اللي فاتوا علينا تقريبا على يعني فاتوا بدري، هاي أول مرة بفوتوا بدري، يعني جزء على 11 بكو هون موجودين. دمار خراب، يعني أول ما أجوا قنصات وزعوا القنصات في المخيم، فاتت هاي جرافة كبيرة، هاي صارت تفكع في العبوات، ولاد صارت صروع شبابيكنا، هاي شبابيك أولادي، هو دارنا بوابنا جوا كلها انهدت، كله انهد، ما ضلش اشي، شبابيك المطبخ اللي بعد عنكم الحمام، احنا تصروعنا من صوت الدخن، بعرف شو فجره، انا ارتميت على الارض، ارتميت على الارض، دشع اولادي علي وبدهم يطلبوا الاسعاف، انخنقت لاني عندي ازمه، انا عندي ازمه، ومن الريحه من بعرفش من الانفجار، من قوه الانفجار فاتت علينا الغبرة جوا والدخنة على الدار، في الشبابيك يعني اللي تسوينا، احنا كل مرة بنقول هاي المرة أصعب مرة، بس هاي المرة فعلا إنها المرة هاي، حتى صوت الانفجار بقول لك من نابلس سمعوا، من نابلس سمعوا الانفجار، هذا اللي صار هون انفجار قوي، يعني اشي مرعب، الاطفال تعيط، هاي البنت الصغيرة امسكها قلبها هيك ينخفض، هاي البنت الصغيرة، وفي اخرى بنت اصغر، الاولاد للصبح يعني عينيهم مغمضنش نهائيا، ما ناموش الاولاد.